ينضم إلينا سيادة النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان. سيادة النائب أهلا بك يا فندم، وعلى الرغم من أن حضراتكم بالفعل أوصيتوا بمنح الثقة للبرنامج الحكومي وبالتشكيلة الحالية للحكومة، لكن ما زال لحضراتكم بعض التوصيات اللي تم ذكرها في البيان، ولا زال لدى حضراتكم بعض الملاحظات. تمام، هو حضرتك طبعا يعني برنامج الحكومة احنا يتم مناقشته يوم جلسة باكر إن شاء الله بإذن الله، هتستمر أعتقد المناقشات ممكن حد واثنين وممكن يكون الثلاث كمان، على تم كل السادة اللي هو متقدمين في بعض الملاحظات على هذا البرنامج الحكومي، وبعد تقييم بعض المحاور أو تطبيق هذه الرؤى الموجودة وكيفية تطبيق خطة 2030 في هذا الخطاب. يعني هيكون في جلسات القادمة إن شاء الله بإذن الله سيدلو كل من نواب أن يرغب في التعقيب أو إدلاء آراءه في بين برنامج الحكومة إن شاء الله. عايزة يعني كنت في بعض التوصيات اللي حضراتكم ذكرتوها في بيانكم، أبرز هذه التوصيات يا فندم، والحقيقة أنه برضو من خلال المتابعة أن الملاحظات لم تتغير كثيرا. أبرز هذه الملاحظات كان لها علاقة بآلية العمل وجدول زمني من قبل الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج. صحيح، هو طبعا يعني انا برنامج الحكومه انا كنائب وكيل البرلمان اؤيد هذا البرنامج واقبله، ولكن انا عايز اليات التنفيذ من خلال جدول زمني برنامج زمني، لان هذه ليست رؤى ولكن هو مفروض برنامج الحكومه هو يختلف عن ما ذي قبل، لان البرنامج لابد ان ينتهي في وقت زمني، يبدا في كذا وينتهي في كذا، وغير وملزم الحكومه تنفيذ هذا البرنامج في فتره زمنيه محدده. سواء في يمكن هو لمس هذا المشروع او برنامج الحكومه يمكن بعض التوصيات التحقيقات الدستوريه اللي موجوده من خلال تحسين واهتمام الدوله بحياه المواطن، خلال تحسين المستوى الاقتصادي والرؤى الاقتصاديه في المستقبل، في مواد دستوريه نص عليها دستور في كان اتمنى ان هذه شبكه الحمايه الاجتماعيه ان تكون مظله شامله لكافه المواطنين، ويكون في اليه قويه جدا لتنفيذها، وايضا ان يكون هناك في معاش للبطاله، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا بالنسبه للبطاله، ده يعمل كل لي اثر كبير جدا في المستقبل، ايضا كيفيه تنفيذ اليات هذا المشروع الطموح اللي اعتبره طموحه جيد جدا. لازم يكون في اليات واليات قويه جدا وسيسال عليها هذه الحكومه في المستقبل في كيفيه تنفيذ. ده سيادة النائب فيما يتعلق ب بآلية التنفيذ او بالجدول الزمني، ولكن فيما يتعلق بأبرز التوصيات اللي حضراتكم ذكرتوها في التقرير اللي هيقدم للسادة النواب وأبرز توصيات والمطالب الحقيقة، لو حضرتك تعطينا لمحة منهم. وحضرتك خمس لجان فرعية تم تشكيلها في داخل النقش، كل لجنة من اللجان تم توصيات محددة، مفيش توصيات، لكن بالشكل احنا كل توصيات تلتزم بكافه المحاور. واحد، اليات التنفيذ، اثنين، الجدول الزمني، ثلاثه، رؤيه الحكومه في 2030، ايضا التوصيه النهائيه ان هو توصي اللجنه الخاصه الفرعيه واللجان الفرعيه المتخصصه بقبول هذا البيان في داخل البرلمان. الخطوة اللي جاية يا فندم، هيعرض هذا التقرير على السادة النواب ومن ثم مناقشة وتصويت تم توزيع تقرير اللجنة، وتم توزيع على السادة النواب اللي كان أعطيهم فرصة لمن يريد أن يعقب على بيان الحكومة، آسف، برنامج الحكومة، وسيتم مناقشته من خلال وكل نائب يريد أن يطلب دلو أو أفكاره في هذا البرنامج في اتفاقات حكوميه معينه او في استحسان على ما قدمته الحكومه، وفي النهايه خالص يتم منح الثقه من خلال تصويت على البرنامج ككل. هل من المتوقع فعلا منح الثقه يا فندم؟ وعايزه برضو استفسر عن مساله، اعتقد ان هذا البرنامج الحكومي انا شايف ان هيكون في نسبه اجماع كبيره جدا من النواب على الرغم من وجود ملاحظات، هي الملاحظات اللي حضراتكم بداتوا بيها. في موجود ملاحظات، ولكن البرنامج هذا برنامج طموح، برنامج بيمس مشاكل كثيره جدا وفي وضع اليات لحلها. انا شايف ان هذا البرنامج من اقوى البرامج الموجوده في على تاريخ مصر، احنا يمكن لاول مره في تاريخ مصر
بيكون عندنا حكومتين، الحكومه الاولى كان ليها برنامج وهذه الحكومه ليها برنامج. برنامج ما اتغيرش كتير يا فندم. اما الحكومات السابقه فكانت تعطي بيان ورؤى وعباره عن عبارات انشائيه ومطاطه، اما البرنامج هو برنامج ملزم لهذه الحكومه للتنميه. هل ملاحظات حضراتكم يا فندم تغيرت من برنامج رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل؟ اعتقد ان هي شبيهه بنفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ الملاحظات، لكن احنا برضو منتظرين الجدول الزمني سيحدده رئيس الوزراء في موضوعات محدده في وخاصه في شبكه الحمايه الاجتماعيه والاستحاله الاقتصاديه. لو يا فندم احدى النواب اتفضل لابد الحكومه تلتزم بتحسن ملحوظ في الاقتصاد من خلال ايضا التنميه، وهي كانت نموه هي محتاجين فعلا التنميه حقيقيه على ارض الواقع، لان النمو احيانا يكون نمو في الارقام والتضخم في الارقام، اما مع الارض الواقع ما يكونش فيه تنميه. بالنسبه لذلك احنا نطالب الحكومه ان يكون هناك تنميه حقيقيه، ان يكون هناك سرعه في انشاء المناطق الصناعيه التي تحددت الحكومه. طيب انا بس عايز اسال حضرتك عن حاجه في سياق الاجراءات البروتوكوليه لهذا البرنامج. لو في من النواب بعد في جلسات النقاش او ما شابه، لو في مطالب من الساده النواب حول زياده على هذا التقرير، ايه اللي بيحصل يا فندم؟ سيتم ملاحظات طبعا، كل ملاحظات الساده النواب بلا شك وبلا تكون في محل واهتمام وتقدير الحكومه، ويتم الرد عليها اذا كانت هناك في هذه المطالب تكون هناك اضافه لبرنامج الحكومه سيتم تفعيلها واضافتها، اما اذا كانت هذه مستحيله وصعبه التحقيق فسيقوم الحكومه بالرد عليها من عدم استحاله تطبيقها او تنفيذها بالاسباب الاتيه ويعرضها امام البرلمان. احنا بنتكلم يا فندم ان حضرتك ذكرت انه اقصى يوم الثلاثاء هيتم التصويت. ان شاء الله التصويت هيكون ان شاء الله خلال ان شاء الله الثلاثاء ان شاء الله اخر حاجات. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سليمان وهدان وكيل البرلمان.